يا شهر الرحمة والخير، يا شهر العزة والنصر، بالصوم ازدادت فرحتنا، شهر للتقوى والبر تتنزل فيه ملائكة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد معكم دائما في برنامجكم اليومي المبارك في شهر رمضان المبارك، الرحمة في رمضان. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، أولا تتقدم قناة الرحمة الفضائية بإدارتها والعاملين فيها ومشايخها بخالص العزاء لأسر الشهداء الذين راحوا ضحية العمل الإجرامي الجبان في معبر رفح، والذي راح ضحيته أكثر من 15 جنديا وضابطا من أبناء قواتنا المسلحة الباسلة. هؤلاء الذين دافعوا عن حياض الوطن من حرس الحدود، والذين يقفون شامخين أباتا مجاهدين عن هذا الوطن وعن حياض هذا الوطن. ونرى أمامنا الآن على الشاشة الجنازة العسكرية المهيبة التي أقيمت اليوم لهؤلاء الأبطال الشهداء، فنتقدم بخالص العزاء لأسر هؤلاء الأبطال، ونتقدم أيضا بالدعاء للمصابين والجرحى بأن يشفيهم الله سبحانه وتعالى وأن يعافيهم. أيها الإخوة المشاهدون، إن هذه الجريمة النكراء وقعت في الوقت الذي كان هؤلاء الأبطال يفطرون في مغرب رمضان، هذا الشهر المبارك الذي يصوم فيه المسلمون ويفطرون بفرحة الصائمين، كما بشر بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هؤلاء الأبطال كانوا فرحين بصومهم، وكانوا فرحين بلقاء ربهم، وكانوا فرحين بفطرهم. فكان هذا العدوان الجبان الخسيس من هذه الفئة الضالة الخسيسة التي هاجمت هؤلاء الأبطال من حرس الحدود الذين يذودون عن حياض هذا الوطن الغالي، هؤلاء الذين وقفوا أباتا شامخين للدفاع عن وطنهم بكل إباء وبكل شهامة وبكل شجاعة، لكنهم أخذوا غدرا فلعنة الله على الظالمين. هؤلاء الذين أخذوا غدرا في شهر رمضان المبارك بالذات هي عملية مقصودة، وهي مقصودة حقا من أعداء هذا الوطن ومن أعداء هذا الدين ومن أعدائنا وأعداء الإنسانية جمعاء. فأنتم أيها الإخوة تعلمون أن شهر رمضان هو الشهر الذي نحتفل فيه بانتصارات الجيش المصري الباسل في رمضان أكتوبر 1973، بمرور 39 عاما على هذا الانتصار الكبير، الانتصار الذي زلزل كيان العدو الصهيوني، الانتصار الذي حررنا به أرض سيناء المباركة، الانتصار الذي رفع راية الوطن عالية خفاقة، الانتصار الذي رفع رؤوسنا شامخة عالية. في خضم هذه الاحتفالات، احتفالات المصريين بذكرى نصرهم المؤزر، قامت هذه الفئة الضالة بهذا العدوان الآثم. ونحن أيها الإخوة لا نقول إننا في حداد على هؤلاء الأبطال،
نحن لن نلبس أربطة العنق السوداء، نحن لن يكون على شاشتنا شريط أسود، نحن لن نلبس السواد على هؤلاء، ونحن لن نرفع شعارات ندين ونشجب ونستنكر، فهذه كلها شعارات جوفاء. إننا لا ندين هذا العمل ولا نستنكره ولا نشجبه، وإنما نحن نريد قصاص الله سبحانه وتعالى، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لن تهدأ هذه القلوب ولن تهدأ هذه النفوس إلا إذا أخذنا بثأرنا من هؤلاء الظالمين. لن تهدأ هذه القلوب ولن تهدأ هذه النفوس إلا إذا أخذنا ثأر ديننا وثأر وطننا وثأر بلادنا لهؤلاء الأبطال الذين ترونهم أمامكم. نحن أيها الإخوة نعمل بمبدأ ديننا وبقيم ديننا، هذا الدين الذي يقول لنا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نحن لسنا من ذوات الإدانة، ونحن لسنا من ذوي الاستنكار، ونحن لسنا من ذوي الشجب، وإنما نطلب القصاص القصاص لهؤلاء الشهداء الأبطال الذين أخذوا غدرا في مغرب رمضان وهم يفطرون بعد أن كانوا صائمين يوما كاملا، الذين أخذوا غدرا وهم في حالة من العبادة، عبادة لله تعالى، وأيضا كانوا يقومون بحراسة حدودنا الشرقية في رفح. إننا نطالب بالقصاص لهم ونعمل بمبدأ الإسلام، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الإخوة المواطنون، إن هذا العدوان الجبان قد وقع في شهر رمضان، شهر رمضان وهو شهر الانتصارات، شهر رمضان هو شهر بدر، شهر رمضان هو شهر تبوك، شهر رمضان هو شهر غزوة مكة وفتح مكة، شهر رمضان هو الذي أثبت فيه المسلمون القتال وأثبت فيه المسلمون النصر على أعدائهم من المشركين. ولذلك فإننا نواصل مع أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله عبد الحميد أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، نواصل حديثنا المبارك عن غزوة بدر. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بكم. بارك الله فيكم. دكتور، بس يعني أنا عاوز أعرف أنه البعض مما تسرب من معلومات الآن يقول أن هناك مجموعات تسمي نفسها مجموعات جهادية أو التكفير والهجرة، هم الذين قاموا بهذا العمل الخسيس الجبان، فأنا عايز يا دكتور بشكل شرعي ما هذا الجهاد الذي يؤدي إلى قتل الأبطال المسلمين في شهر رمضان وعند الإفطار عند المغرب؟ الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما شاء وإن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، الحقيقة يعني أدردش معك شوية بسيطة حاجات إحنا عايشينها. ربما كان قبل الثورة من تحرك بحجة الجهاد ربما يكون له وجهة، أما والثورة قد قامت ونجح الإسلاميون ورئيسون يصلي الفجر في جماعة ويصلي بالناس العشاء والحال قد بدأ في التحسن والدعوة مفتوحة والخير مفتوح. فلا أدري إلى الآن، وإن كنت لم أتحقق ولم أطلع اطلاعا واسعا على هذا الموضوع، لا أدري ما وجهة الجهاد أمام ناس مسلمين صائمين مرابطين ليسوا من أهل المعصية ولا أهل الكفر. ما وجهة الجهاد الآن؟ ويعني لا أستطيع أن أتكلم فيما حدث إلا أن أطلع اطلاعا واسعا، لكن ما وجهة الجهاد الآن ورئيسنا مسلم وعلماؤنا قد قالوا في عقيدة أهل السنة والجماعة الجهاد باق إلى يوم القيامة مع أئمة المسلمين برهم وفاجرهم. يعني إذا كان هناك، أقول لكل إخواني من طلبة العلم، إذا كان هناك أحد في قلبه أو رأسه جهاد فبعد أن أصبحت الدولة رئيسها مسلم لا يحق، واسألوا العلماء، لا يحق لإنسان أن يتحرك الجهاد إلا مع رئيس الدولة لأنه مسلم. وهذا الكلام موجود ليس من كيسي، ستجد هذا الكلام في عقيدة أهل السنة والجماعة الذي قال فيها الإمام السبكي رحمه الله: جمهور أئمة العلماء سلفا وخلفا يقرون عقيدة الإمام الطحاوي. فقال الإمام الطحاوي: والجهاد باق إلى يوم القيامة مع أئمة المسلمين برهم وفاجرهم. نعم. يعني السلطان هو اللي يجاهد يا أخوانا يا طلبة العلم. وإن كنت أستبعد هذا لأني أعيش وسط الناس، ما وجدت أن أحدا يفكر في ذلك ولا يتكلم بينه وبين نفسه، لأن كل همنا الآن الحمد لله بقى رئيسنا مسلم، فنأمل من ناحيتي أن يأتي زيارة الخير، وفعلا بدأنا نشعر بالخير. فما وجهة هذه بالنسبة لمسألة. بارك الله فيك دكتور. أمين. الحقيقة إحنا في غزوة بدر، والحمد لله إن حديثنا عن غزوة بدر أصبح مرتبطا بهذا الموضوع، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لنا، والحمد لله رب العالمين. ويعلم الله مدى إخلاصنا في هذا العمل، نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين. أمين يا رب. فضيلة الدكتور، إحنا في الحلقة الماضية عن بدر تناولنا بعض الأمور في توفيق الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا يعني هذه الحنكة العسكرية والذكاء الرائع الذي أثبته النبي، لكن هنتكلم بعد الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ جمال السويس، السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبنا، أحييك وأحيي ضيفك الغالي فضيلة الدكتور عبد الحميد بن منصور. مرحب بك. تفضل شيخ جمال. أعزي مصر كلها، وأعزي فضيلتكم، وأعزي فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الحميد في شهداءنا، وأعزي فضيلة الدكتور محمد مرسي والمسلمين عامة على مصابنا الأليم. وأنا والله يعني في الحقيقة الدم القلب ينزف دما أستاذ محمد يا سجين يا طيب، وعملت قصيدة افتحوا الحدود نحارب اليهود، أرجو أن تسمعها وهي قصيرة يعني. تفضل. قلت افتحوا الحدود نحارب اليهود، خانوا نقضوا العهود، دول أصلهم أرود في المصحف ملعونين، افتحوا الطريق للفتى الجريء، أنا مش قادر أطيق الهدم والحريق ودم المجروحين، افتحوا البيبان، أنا مش ولد جبان ومرضاش الهوان من الندل اللي خان أسياد المسلمين، افتحوا الأفول للحرب وللطبول، في صوت واحد نقول علشان مصر الرسول حنحارب المعتدين، افتحوا السلاسل لولادكم البواسل، ولا عجبكم اللي حاصل من سافل ابن سافل يشبه خرتيت لعين، افتحوا الشوارع للماضي وللمضارع، والشبل بسيفه طالع لشبعة والمزارع يدفن جثة كهين، افتحوا المنافذ للبشتلي والحافظ، والجيش بسلاحه قافز،
وكون لينا حافز لضرب المفترين، افتحوا لنا الشارك في الحرب وفي المعارك، والكل شاب دارك يعرف يطفي نارك. يا مصر المسلمين افتحوا لنا ساعة نذبح أهل الخلاعة، ونصلي هناك جماعة على نبي الشفاعة محمد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد. شكرا شكرا. الأخ أبو عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم. بارك الله فيك. وبحيي دكتورنا الغالي عالمنا فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الحميد. جزاك الله خير. حياكم الله يا سيدي. يعني عماد عبد العزيز، ما حضرتك؟ كل عام وانتم بخير. وحضرتك بألف خير وصحة. وطبعا بنعزي أنفسنا وبنعزي كل مصري، ولكن يا دكتور عاوز طلة من فضيلتك. يعني أنا الكلام ده قلته من منذ سماعي بالحادث، فور سماعي بالحادث، وقلت أكاد أجزم وأقسم بالله العظيم على ذلك، أن هذه العملية الخسيسة من أفعال طبعا اليهود بمحمد دحلان العميل اليهودي الأول في العالم، بمعاونة طبعا رجال النظام السابق، وبين قوسين القفاز المصري الذي يستخدم من قبل أمريكا واليهود ومعاونيهم وبلطجية النظام، وطبعا صبيانه في الإعلام وعكاكيشه وخفافيشه، عكاكيشه وخفافيشه. أيوة فاهمين. في الإعلام المصري. فاهمين. طبعا موافقين على الكلام ده. وعاوز أقول يا دكتور عبد الله ولتسمح لي، أنا موافقك. وهذه واحدة من سلسلة إسقاط النظام المنتخب المحترم. نعم نعم. في مصر، والمقصود كذلك إلصاق هذه العملية بالتيار الإسلامي ولأي من جماعاته، بل ويريدون إلصاق هذه العملية بحماس إخواتنا في غزة. نعم. بحماس في غزة وبالجهاد. شكرا. ويبغون بعد إذن حضرتك، ويبغون ويبغضوا الشعب المصري طبعا في إخوان الفلسطينيين، وبدلا من أن تفتح المعابر الأمور تصير طبيعية بيننا وبين إخواننا، لا إزاي، لا ده احنا هنشغلكم وخبى الحركة طبعا اليهود، وطبعا إعلامنا المصري اللي هو حين تسمعه أو تراه، ترى أو تسمع وكأنك بإعلام معادي أصلا لدولة مصر، يدندنون، وحتى والله في النيل، في قناة النيل الإخبارية والقناة الفضائية المصرية، القنوات الرسمية بتاعت الدولة يا سيدي بتستخدم ضد النظام وضد الرئيس. شكراً. وضد الصالح العام للدولة. شكرا شكرا شكرا. الرسالة وصلت، بارك الله فيك. جزاك الله خير. والأخت أم علاء، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خير. شكرا يا مرحبا. والله إنا لمحزنون، لو أنهم استشهدوا في الحرب لكان أبرد نارا طبعا علينا. استشهد إن شاء الله. ولكن قتلهم بيد الخسة والغدر هو ما يحزننا ويفطر قلوبنا، وأرجو الدعاء لزويهم وأسرهم بالصبر على قضاء الله وقدره. نعم. فالمراد من هذه العملية الإرهابية الوقيعة بين مصر وإسرائيل، سامحني أستاذ محمد، وإرغام مصر على الدخول في حرب ليس وقتها هذا، إنما هو وقت البناء والتعمير ولملمة الأمة المصرية. فعندما تنوي مصر الحرب لا يكون هذا إلا قرارها والوقت الذي تقوم هي بتحديده، وليس الحق لمخلوق آخر في هذا الكون يجبرها على فعل شيء لها لا تقرره هي بنفسها. والدليل على ذلك في القرآن الكريم. هذه العملية ليست للإسرائيليين، وأرجو أن فضيلة الشيخ عبد الله عبد الحميد يذكرنا بقول الله تعالى في سورة البقرة بأن هؤلاء القوم معشر اليهود يقتلون بعضهم بعضا، ولكن عندما يؤثر أحد منهم أو يقع في الأسر يفعلون أي شيء لكي يفتدوه من الأسر، كما أنهم لا يتمنون الموت أبدا، ولا تجد أكثر منهم حرصا على الحياة في هذا الكون، ويودون لو يعمرون ألف سنة. وهذه العملية الإرهابية تفحم فيها 6 جثث بالطائرات الإسرائيلية، وهم الذين قاموا بسرقة العربات المصفحة المصرية، فكيف تقوم إسرائيل بضربهم بالطائرات لو كانوا منهم؟ وأرجو أن فضيلة الشيخ يوضح لنا، للمسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإذا كان هذا المسلم هان عليه دم إخواته المسلمين واستحلوا دماؤهم فليسوا منا، وأرجو أن تركز على ذلك، لأننا نحب الإسلاميون فقط الذين نراهم في قناة الرحمة. شكرا يا معلم. وهم يتمثلون في شيخنا الدكتور محمد حسان وأخلاقكم أنتم فقط، وليس من يحمل لقب مسلم يكون مسلم إلا إذا كان دمه أخي المسلم عليه. شكرا يا معلم، بارك الله. ويحافظ على عرضه وعلى ماله ولا يؤذيه بلسانه وبيده. وأرجو من فضيلة الشيخ محمد حسن الذي نحس أننا المصريون
يتامى من غيره، أطال الله لنا في عمره. وفي كلماته الشهيرة التي يقول فيها ممكن لمصر أن تمرض ولكنها لن تموت أبدا. شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا. الأخ أبو عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو من فضلتك تديني فرصة بس، الله يبارك لك. الأمر جلل ومهم جدا. حضرتك دلوقتي إسرائيل بعتت كمان، يعني حضرتك قفلت عليا، إسرائيل بعتت جثث مش بعيد تكون يعني ناس خطفاهم، واخد بال حضرتك، والتضليل، وبقى واحنا نعمل بقى تحليل دي ان ايه ونعمل، واخد بال حضرتك، لتضليل المصريين وللوقيعة برضو لمصريين في مصريين. فطبعا اليهود قتلت الانبياء، ناس قذرة، ناس طبعا معروفين، وعدائهم مستمر لينا. يعني الحرب متوقفة من طرف واحد، من طرفنا احنا بس، لكن احنا ناخد على قفانا ونسكت. كم من جنود وكم من ضباط قتلوا ولم يتحرك احد؟ فين المشير؟ فين سامي عنان؟ فين 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 جهاز المخابرات؟ فين حاجات كتير؟ وارجوك ما تقفلش عليا، اديني فرصه انا بتكلم كلام بس مهم. من غير اسماء لو سمحت. بعد بعد اذن حضرتك، واخد بال حضرتك، فاحنا دلوقتي بصراحه ومن الاخر وفي جملتين بساط جدا، النظام الشرعي زي انا اخشى اخشى ما اخشى، والدكتور عبد الله فاهم طبعا الكلام دوت، اخشى ما اخشى ان يستخدم دلوقتي احنا كشعب مع رئيسنا، واخد بال حضرتك، احنا كشعب مع رئيسنا، اخشى ما اخشى ان يستخدم الورقه اللي كانت في الدرج المجلس الشعب تستخدم بقى بالحيل وبتبغيض الشعب. دلوقتي هم عايزين يسحبوا بساط حب الشعب من تحت اقدام الرئيس والحكومه وكذا، ولكن لا، نحن أمامك يا رئيسنا، أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك، ولكن لا تخشى في الله لومة لائم. خذ وراقب الله عز وجل، وخذ ما ترتئيه يرضي الله عز وجل، ونحن أكرر أمامك ومن خلفك وعن يمينك. شكرا. وعن يمينك وعن شمالك، وفقك الله. ونحن محزونون محزونون على إخواننا الذين قتلوا وهم شهداء إن شاء الله سبحانه وتعالى، ووالله لن نسكت ولن نستكين ولن نعود للنظام البائدي أبدا إن شاء الله. شكرا. عليكم السلام، بارك الله فيك. طبعا يعني الكل متحمس وحق الناس يعني هذا، لكن أنا بس دكتور اسمح لي أناشد الجميع. أولا احنا متحمسون جميعا ونحن جميعا محزونون أيضا، لكن هناك أمر مهم يا دكتور، هو ألا نتعجل النتائج، لأن البعض من الإخوة دلوقتي أنا لاحظت في المداخلات أنهم يلقون بالتهمة على بعض الأطراف، في حين أن الدولة الإعلام الرسمي للدولة الرسمي والحكومة بتقول أن احنا فتحنا تحقيق في هذا الأمر حتى نتقصى الحقائق وحتى نعرف ماذا حدث. فأنا أرجو بس يا دكتور أن احنا لا نتعجل النتائج ولا نتهم أحدا، هو ما قيل هو هذا، أن هي مجموعات تسمي نفسها مجموعات جهادية، وحضرتك علقت وقلت هذه ليست جهادية، لأن هذا ليس جهادا أن أنا أقتل أخي المسلم، لكن احنا لا نتعجل في هذا الأمر، أليس كذلك؟ بلى. الحمد لله. الحقيقة يعني اسمح لي يا أستاذ محمد، أنا موافق المداخلات التي تكلم فيها إخواننا بنسبة 90%، يعني من عدة نواحي. نعم لا نتعجل النتائج، بس هناك أمور قد تعودناها، إعلامنا مش معانا من بعد صحيح. ما نجح الدكتور مسلم، معلش أنا آسف وأنا برد عليهم في درس صحيح البخاري، إعلامنا مش معانا، إعلامنا ما زال بيحاربنا، وأنا بناشد إخواننا المسؤولين إن إحنا مش هنقول نشيل الإعلام ده، نقول حتى نخلو نصه منصف ونصه تاني ياخد حرية، لكن كل الإعلام ضدنا، فهو يحب أن يلبسها بالإسلاميين من أي ناحية، لكن إيه، عمرنا ما تعودنا إن الإسلاميين بيضربوا جنودنا وإن يقتلوا جنودنا، لكن أنا أقول من ناحية تانية إذا حبينا ندخل في غزوة بدر ونربط هذا الحدث بها، خلاصة الكلام أننا لم نخسر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح ينشط أصحابه للجهاد، قال من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد،
ومن قتل دون مظلمة فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فأنا أطمئن أهل الشهداء، نرجو أن يكونوا شهداء إن شاء الله، وأطمئن أهل بلدنا بأن هؤلاء الجنود أولادنا، بأن هؤلاء الجنود أولادنا الذين قتلوا واستشهدوا لم يضع دمهم، فإنهم شهداء عند الله عز وجل، لأنهم مرابطون، وهذه المرابطة تعدل أشياء كثيرة. فمن مات مرابطا دخل الجنة، والمقصود بالرباط أنه يحرس دينه وبلده وعرضه وماله، وهذا كله متحقق في بلدنا. فبلدنا بلد إسلامي الغالب فيها الإسلام، وأغالب أهلها يصلون وصومون، فمن وقف دفاعا عنهم فهو شهيد في سبيل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حس ذلك أصحابه يوم بدر، وجاءه رجل وقال يا رسول الله ما يرضي الرب عن العبد؟ إيه يوم بدر؟ قال له ما يرضي الرب عن العبد، إيه اللي يرضيه؟ قال من غمس يده في العدو حاسرا فخلع الدرع وقاتل حتى قتل، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث حارثة ابن سراقة، هذا كله يبين أن أي قتل ليس فيه خسارة، إنما يحزن الحي فقط، لكن من قتل وهو على طاعة، أي طاعة، لا أقول يمشي على الماء ولا يطير في الهواء، أي طاعة فهو في خير، ذكر الحافظ في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء القتل محى كل شيء، يعني محى كل الذنوب، إذا جاء القتل محى كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم السيف محاء الخطايا، وهؤلاء صائمون وعلى الجبهة ولم يفعلوا المعاصي. واضح دكتور، كلهم واضح دكتور. نفد أم ياسين، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. رحم الله شهدائنا إن شاء الله بإذن الله شهداء، بإذن الله شهداء. أنا حضرتك أولا بأيد كلام الأستاذ عنيد، فعلا هيدونا الجثث مفحمة بعد كم يوم بعد الدقيق، وما قالوش إن عشان فحموا جثث في المدرعة ما ضربوها، ما جابوش السيرة دي خالص. ثانيا البيان اللي جه للمجلس العسكري امبارح قالوا إن عدد الجهاديين دول 35 واحد، عرفوا إزاي؟ عدوهم فين ولا عرفوهم إزاي؟ ثالثا الجهادين اللي هيروحوا يعملوا جهاد في اسرائيل هيروحوا 35 واحد على العدد اللي هم قالوا المجلس العسكري، ولا هيلموا بعض كلهم ويروحوا؟ والجهادين الاسلاميين هيقتلوا جنود صايمين وبيفطروا؟ صح كده، مش ممكن. وبعدين معلش ثانيه واحده، وبعدين حضرتك يعني الكلام اللي هم بيقولوه دوت اللي هم على القنوات الملعونه الاسلام الاسلاميين، دكتور مرسي ما راحش الموقع، محمد مرسي هيروح فين؟ يروح المكان اللي ضربوا فيه المدرعه؟ هيخش اسرائيل؟ هيروح المكان اللي راح فيه باراك ونتنياهو؟ هيروح ازاي؟ انا مش فاهمه، يعني مش كان هو راح الحدود اساسا؟ من امتى واحنا بنشوف رئيس بينزل مكان الحدث؟ نعم. شكرا. شكرا. واضح واضح، فكرتك واضحه. اللي فضلت الشيخ احمد عبد الرحمن، اتفضل. اتفضل الشيخ احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. تحياتي لاستاذنا السجيني وضيفنا واستاذنا الدكتور عبد الحميد، حفظكم الله. جزاك الله خير. من اكبر واعلى انواع التنافس في الاسلام طلب الشهاده. جاء مجموعة من فقراء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله احملنا إلى الجهاد، فاعتذر لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا يجد ما يحملهم عليه، فنزل قول الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لقد بكوا ولم يراهم الحبيب، ولكن الذي رآهم هو الذي لا يغفل ولا ينام. أنا أريد أن أقول لعلماء مصر الآن اتحدوا وأحبوا بعضكم وادعوا لبعضكم حتى يسمع كلامكم الناس، وأريد للفلاسفة الفاشلين في مصرنا المحللين العسكريين والسياسيين والنشطاء الحقوقيين والدوليين كفوا ألسنتكم، صدحتمونا بتحليلاتكم. كان ينبغي أن نستمع إلى قائد من قوات الجيش أو إلى عالم كبير ملم بالأمور
كوزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي الذي أهنئه في هذا اليوم العظيم. يا أستاذ سجيني، ليس كل من هب ودب يحلل الأحداث ويتكلم في أمور لا لو كان ابن الخطاب عمر موجودا لجمع لها أهل بدر. لكن أنا لفت نظر التوقيت يا أستاذ سجيني، نعم. لقد حدث هذا الحدث الغاشم الجبان يوم 17 رمضان، نعم، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. صحيح. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق رسول الله، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينطق الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل، إلا شجرا غرقت فهو من شجر اليهود وهم يزرعونه الآن. النصر قادم ودولة الإسلام قادمة. القس يوسف أستس الأمريكي وأبوه قس وصديقه قس حاولوا تنصير المسلم الصعيدي محمد عبد الرحمن من المنيا، بعد 3 ساعات بدلا من أن يتنصر أسلم القساوسة الثلاثة. أقسم بالله الإسلام قادم، لكن كل منا يعرف قدره ولا يتدخل فيما لا يفهمه. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا شيخ احمد، بارك الله فيك. فضيلة الدكتور، نعود يعني الى غزوة بدر، وطبعا هو معروف ان غزوة بدر كانت 3 غزوات، يعني غزوة بدر الاولى والكبرى والصغرى او الاخرة. فاحنا بنتكلم عن غزوة بدر الكبرى، وقلنا في الحلقة اللي فاتت انه النبي صلى الله عليه وسلم اوتي كثيرا من المواهب فيها، لأنه هو قسم الجيش تقسيما كالتقسيمات الحديثة، واستغل موضوع المطر وموضوع الماء استغلالا صحيحا، واستطلع الأعداء ووحد كلمة المسلمين. وموضوع توحيد كلمة المسلمين دلوقتي حتى لا نستخدم، وأنا قلت في مقدمتي الشعارات، دلوقتي ممكن بعض الدول يقول لك ندين ونستنكر الاعتداء على الجنود المصريين، نحن نشجب، نحن معرفش ايه المطلوب عمليا. ده 1. 2، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاوقات العصيبة في بدر كيف استغل التمكين الذي مكنه الله سبحانه وتعالى منه. الحمد لله، النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقة كمله الله عز وجل في كل شيء، وأعطاه كل المؤهلات التي تؤهله لأن يكون سيد العالمين عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت أعطاه حالا يشبه حالنا حتى نستطيع أن نقتدي به. نعم. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في يوم بدر في حصن حصين لا يستطيع أحد أن يصل إليه، ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أصحابه دروعا جاءت من السماء لا تستطيع الأسهم ولا السيوف أن تخترقها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وصل به الحال كما في بعض الروايات يقول الصحابة لما تحركنا لبدر سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدة طويلة سمعناه يقول فيها يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، استغاث وأخذ يرفع يديه ويقول اللهم أنشدك عهدك الذي وعدتني، اللهم عهدك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض، حتى سقرت البردة من على كتفه واحتضنه أبو بكر من خلفه وقال هون عليك يا رسول الله، دون ذلك يكفي، يعني خفف على نفسك. فقصدي أقول ما نحن فيه الآن من خوف ومن ارتباك كان موجود أيام النبي عليه السلام، مش مثلا كانوا في أمن ملائكة بتحرسهم، لا، إنما فقط النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثر الدعاء والصحابة استغاثوا بالله وهو استغاث قال أبشروا فقد رأيت جبريل على فرسه، جاءكم النصر، أبشروا إني رأيت مصارع القوم. نفس الحال، مع الفارق إن هناك كان إيمان عالي، كان صدق. أما ما نحن فيه في مثل هذه الأمور أصبح الحق مغمورا إلى الآن.
الأمور واضحة معنويا، لكن بعض الناس يريد أن يلمسها في أن يعني أن يلحقها بالإسلام ويلحقها بالإسلاميين ويلحقها بالرئيس المسلم وغير الكذب هو الذي غطى علينا، لكن الحق لابد أن يظهر ولابد أن نعرف. أن برضو أحب أن أكرر يعني حتى لا يحزن الناس، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني أن ما من مسلم يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد. فهم إن شاء الله وصلوا إلى أشياء لا يحبون أن يرجعون، فلا نحزن عليهم، إنما نحزن على أنفسنا إذا تقاعسنا عن الأخذ بسائرهم. أيوة. والأخذ بدمائهم ومعرفة من القاتل الحقيقي، دي مهمة. وأنا أناشد المسؤولين في الدولة المسلمة الحالية لا نكون كالنظام السابق كل أمور تتغطى عليه وتلبس، لا، أناشد الإخوان المسؤولين وأراهم غالبهم على خير أو كلهم على خير إن شاء الله، وولي أمرنا فضيلة الدكتور محمد مرسي، إن بس نعرف الحق. لو كانوا من أهل بلدنا القصاص، ولو كانوا من أعدائنا الجهاد. نعم. آه. تمام إن شاء الله. ولا نسكت على هذا الأمر. وبرضو أحب أقول لأستاذ محمد، برضو أبشر إخواني إن كان في شاب صغير اسمه حارثة بن سراقة في غزوة بدر أراد أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. وأمه منعته، فقعد يتحايل على أمه لأن لا جهاد إلا بإذن الوالدين. قال رجل يا رسول الله إني أريد الجهاد معك. قال ألك والدان؟ قال نعم. قال فلزم ففيهما فجاهد. وفي رواية ألك والدان؟ قال لي يا أم. قال فلزم قدمها فسمى الجنة. فالشاب استحايل على أمه وذهب وراح وكان من النظارة. النظارة دولا كان نبع صنبع الناس تنظر فقط، صلى الله، تشوف فقط، تتحركش بس تشوف بس تراقب. فذهب ليشرب فأصابه سهم غرب يعني لا يدرى من رمي، بيحسبوه من الكفرة وهو من المسلمين، فقتل. وبعد الغزو رجع الناس وقامت أمه تستقبله كما يستقبل العائدون، فلم تجد ابنها في القادمين. فقالت أين ابني؟ قالوا لا ندري. وبعضهم قال قتل. قالت أقتل شهيدا؟ قالوا لا ندري لأن الذي قتله مسلم. نعم. فقالت والله لا أرجع حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء سيدنا صلى الله عليه وسلم في مؤخرة القوم، صلى الله، فقالت يا رسول الله قد علمت منزلة سراقة مني، حارسة مني، أنت عارف مكانته، فإن كان في الجنة سأصبر، وإن كانت الأخرى سترى ما أصنع، يعني أحزن وألطم وأفعل الأفاعيل. فقال صلى الله عليه وسلم ويحكي، صلى الله، أوهبلتي؟ أنت تهبلتي؟ أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة. وفي رواية إنها ثمان جنان، وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى. فنقول لأهل الشهداء لا تحزنوا. نعم. فإن شاء الله نرجو لهم المراتب العالية، دي نعمة نتمناها كلنا. تمام. لكن المهم نعرف من القاتل الحقيقي والقصاص له إن شاء الله. بس هو يا دكتور الحقيقة في بعض المؤشرات هم بيثيروا الناس ببعض البيانات، وهذا دأب الإعلام كما يحدث منذ أكثر من 30 عاما. نعم. وبعدين الأمور بعد كده بتهدأ والناس يعني بيغطى على الأحداث والناس لا يعرفون شيئا، وهناك كثير من الأحداث ليس أبعدها أحداث بورسعيد مثلا التي لا يعلم الناس شيئا عن مرتكبيها. نعم. ولا أين ذهبوا، والإعلام أثار الدنيا ولم يقعدها، وأيضا في هذا الأمر أيضا عرفنا الكثير. فإحنا بس بنؤكد، يعني أنا يعني أثني على كلام حضرتك، بنؤكد إنه يا جماعة لابد أن نتخلى عن أساليب النظام السابق. نعم. البائد الذي كان يثيرنا ثم يهدئنا، هو يثيرنا وهو يهدئنا، فإحنا ما ينفعش الكلام ده يا دكتور. يعني إحنا يعني أثني عليك بالضبط، نعرف الحقائق، يطلعوا لنا الحقيقة. لو كانوا من أعدائنا يبقى جهاد، لو كانوا من أولادنا قصاص. لأن معلش أنا آسف يا أستاذ محمد، إن النظام السابق كنا ربما كان هناك وجهة للمجاهدين،
يقول لك الدولة فاسدة، الدولة ظالمة، الدولة بتأيد الكفر، الدولة فيها خلاعة وزيادة. أما الآن إيه الوجهة نحن نضرب ونضرب؟ إيه الوجهة؟ كلنا ضد هذا الفعل، وأنا أجاهد ضد ناس صائمين مثلا، مش ممكن ده لو أنه يعني هذا الكلام حصل، حصل. مع أنه يعني أنا بين قوسين كده في بعض الشباب مغرر بيهم على فكرة، على أي من أي وجهة طيب يعني، حتى لو سبحان مغرر. الله هم يعني شباب مصر من أي وجهة يعني، الله أعلم. أنا هدي بقى اللي غريبة، كان زمان السابق مثلا ما كان يحصل في فندق، يقول مثلا الفندق فيه خمور، الفندق فيه زنا، لكن دلوقتي بتقتل جنود مصريين مصلون صائمون واقفون للجهاد. هدي بقى اللي عايزين نعرفها. لذلك بنناشد ان نعرف الحقائق، بس اهم حاجه نعرف الحقائق يعني ايا كانت الحقيقه يظهرها لنا. والله نرد انا عارف. مش عايزين اساليب النظام السابق، مش عايزين كل حاجه تبقى دايما متخبيه. الى الان في حاجات متخبيه يا استاذ محمد، تمام. الى الان من النظام السابق، والحمد لله. انا برضو بقول للساده المشاهدين انه الحمد لله احنا في قنواتنا الدينيه بنحلل الأمر شرعا ولا نحلله سياسة، لأنه الإمام محمد عبده الله يرحمه كان بيقول لعن الله كلمة ساسة يسوس سياسة، فنحن لا نحلله سياسيا كما يحدث في الإعلام المضلل، كل واحد يقول يمكن كذا أو ربما كذا أو احتمال كذا، نحن لا نعلم الحقيقة ونعلن أننا لا نعلم الحقيقة. نعم. والحقيقة عند أهل الحقيقة، نعم، الذين يبحثون عنها الآن. نعم. لكن ما نريده فضلتك شرعا ان احنا نعرف. أيوة. نريد لابد نعرف. ان نعرف. نعم. تمام. تمام. ربنا قال ولكم في القصة حياة. تمام. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة وبركاته. اهلا وسهلا، تفضل. جزاكم الله خير. تفضل. انا عايزة بس المداخلة ديت يعني اولا بعزي كل امهات الشهداء ان شاء الله نحسبهم شهداء، ونعزي نفسنا طبعا يعني. طبعا. هما انا حاسه ان الغرب والفلول مش عايزين مصر يعني تعيش في امان، مش عايزه مصر تفرح، مش عايزه شعب مصر يتهنى يعني. عايزاهم على طول في حزن. نعم. الطيب بورسعيد عايزين نبقى على طول، مش عايزيننا نتهنى ان في رئيس جديد، نتهنى ان في عيشه جديده، نتهنى ان في حكومه جديده. وصدقني المستفيد الوحيد، انا مش بتهم حد، بس كلنا ملاحظينها، المستفيد الاول هو اسرائيل. ازاي يدمروا؟ انا مع الاخت ام ياسين اللي قالت دمروا المدرعة، ازاي يدمروها؟ ازاي ما سألوش انتوا مين وعايزين ايه؟ فداني اسرائيل مستفيد. وعكاشة اهو من غير اسامة، معلش، صاحب قناة حضرتكم طبعا عارفين، انا قلت اسمه خلاص بس عشان بس حضرتك يعني ما تزعلش، اللي قال هيحصل هجوم، هو وابو حامد اللي عاملين يقول هيحصل هجوم ومش هجوم. وامبارح واحدة بتتصل عليه تقول له اسرائيل اللي عملت كده، ايه ما تتهمش اسرائيل. يعني ايه ما تتهمش اسرائيل؟ الناس دي لازم قناتها تتقفل. الناس دي هي السبب في اللي بيحصل لنا ده كله. الاعلام هو السبب، هو اللي نزل من قيمه مصر، من قيمه رئيس مصر نقامه. طبعا لازم الناس كلها تستهون بمصر وجنود مصر. ازاي يموتوهم هم بيفطروا؟ والله العظيم احزن قلبنا النهارده لما شفناهم المعلقه جنبهم والاكل ببقهم. مين مسلم يعمل كده؟ لحركه جهاديه هم بيلزقوها في الاسلاميين. هو اي حد، هو اقول بس اي حاجه تحصل الاسلاميين اللي عملوها؟ ليه كده؟ بعمر الاسلاميين ولا غزه تعمل كده. غزه تعمل كده ازاي؟ كره عدوتها اسرائيل هتعمل فينا كده؟ المصريين واقفه معاها، عملوا ده كله بردك عشان يدمروا الانفاق، عشان غزه ما تخشش، وعشان يقفلوا معبر رفح. ده كله اسرائيل سببه. ولازم يا دكتور مرسي بنشدد بالله عليك بنتك الصغيره ان انت تعمل اي حاجه، ويا مشير ارجع لحدودك، سيبك من السياسه بقى، سيبك ده انت خلاص هو اللي السبب في ده كله بردك. شكرا. انا بقول ارجعوا لحدودكم بالله عليكم، ما ينفعش الدم ده يروح حضر الرحمه. بارك الله فيك، عوضنا عليك في يا مصر. بارك الله فيك. شكرا الله. شكرا يا بنت، شكرا، بارك الله فيك. نعود الى الحبيب صلى الله عليه وسلم عشان قلوبنا تهدى شويه. ناخد اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك يا استاذ محمد، اتفضل. يعني حضرتك انا ليا سؤال نفسي حد يجاوبني عليه صراحه. يعني انا مش عارف ليه في بلدنا مصر فيها امكانيات، مش عارف اقول لحضرتك امكانيات عظيمه في كل حاجه، في الموارد، في البشر، في كل شيء، لكن في عيب اساسي هو سبب كل الامور اللي بتحصل لنا. نعم. وان احنا بنستنى لما الامور بتحصل والحوادث بتقع وبتتازم، وبعد كده بنشجب ونندد ونفكر هنعمل ايه. الدول الاوروبيه والدول المتطوره دايما بتخطط في كل المجالات، احنا في الرياضه، في السياسه، تبص حضرتك تلاقي اخفاقات متتاليه عشان ما فيش تخطيط. فانا عايز افهم ليه احنا عندنا عقول بشريه ما شاء الله مش موجوده في العالم كله، بس انا مش عارف ليه ما فيش تخطيط. انا معجب يعني بمكالمتك حضرتك والله. لما حصل المصيبه بتاعت سيناء ديت، نعم، واحنا عارفين ان في مشاكل وعارفين في تهديدات، طب ليه ما كانش فيه
استعدادات وتخطيط. ادينا شفنا اليهود عاملين ايه اول ما المدرعه بس معدت الناحيه الثانيه دمروها في ساعتها، لان هم عندهم يقظه وعندهم استعداد تام وعندهم تخطيط. احنا للاسف عندنا امكانيات لكن ما فيش تخطيط. فارجو حد الله يكرمك الله يكرمك ايه السبب كده رغم العلم أنا والمعرفه والحاجات. انا معجب بملاحظتك ومداخلتك جدا. الاخ عماد من القاهره، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا سيدي الفاضل حياك الله وحيا الله دكتور عبد الله عبد الحميد. شكرا. اذا اردت ان تعرف فانظر الى من هو المستفيد. يعني هل اخواننا يعني الاعلامنا احنا، اعلامنا احنا طبعا بستثني الاعلام المحترم مثل قناتنا الرحمه والقنوات الهادفه القنوات الاسلاميه، من المستفيد؟ اعلامنا بيدندن حول ايه؟ الصقها بحماس والجماعات الجهادية، مصر مشتركين مع جهاديين في حماس وكذا. انظر من هو المستفيد يا أخي. أقسم بالله العظيم وأنا صائم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم ثلاثا أنها لم تخرج من محمد دحلان نجيب سويرس العملاء. يا ريت والله. أنا مش عايزك تخاف، قول الحق وليكن ما والله. لكن الصادر. احنا وعايز أعلق على حاجة بارك الله فيك. حضرتك بتقول ما نتدخلش في السياسة، لا، إما كانش واحد في ثقل وقيمة وقامة الدكتور عبد الله عبد الحميد يتكلم في الدين وأيضا في السياسة، فمن؟ مفيش حاجة اسمها لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، ده كلام خطأ. والكلام والدكتور عبد الله عبد الحميد يقول لحضرتك الكلام ده، الكلام ده خطأ خطأ خطأ. تفضل. لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين، ده شكرا. ده كلام شكرا ما بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. شكرا. هو ليس المقصود بهذا وانما المقصود اراء، واحنا عايزين بس الناس تفهم حاجه، ان احنا يعني لما بنقول ان ما تقولش اسم حد لانه لم يعلن شيء حتى نتهم احدا، ولا ايه يا دكتور؟ لم يعلن شيء. اقول لفضيلتك حاجه، انا مش انما لما نقول فلان وفلان وفلان هم اللي عملوا، احنا هل احنا قضاء؟ هل احنا عسكريين؟ هل احنا شرطة؟ هل احنا امن؟ احنا لا نعرف شيئا. نعم. هذا هو الذي انا بصراحة انما بيقول لي ما تخافش، انا مش خايف. لا انا بصراحة يا استاذ محمد يعني بتخذ مع تلامذتي على المداخلات شيء ناجح، ربنا وفقني فيه. نعم. وكثير من الاخوة فاهمينه. انا اسيب الذي يتداخل يفك نفسه. تمام. وياخد راحته. تمام. وانا لي منهجي اعلق بلطف. تمام. اذا عجبني اقول له انا موافقه، ما عجبنيش اقول له معلش انا بعتب عليك حته، لكن لازم يسيبه ياخد حريته. صحيح. في ناس فعلا قال لي بعض الاخوه هنا المسؤولين في القناه جزاه الله خيرا، قال لي المداخلات دي تفك الناس. صحيح. تفك دقيقه. انا مبسوط جدا ان يفكوا نفسه. واحنا في نفس الوقت نعلق تعليق علمي. تعليق لطيف زي ما حضرتك بتقول كده. صحيح. نبين الحقائق وكده، لكن انا مبسوط جدا الناس تاخد راحتها. صحيح. ما بقاش مكبوت. هو اللي سبب انفجار الثوره ايه؟ هو 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 ده هدفنا. الحقيقه. لكن الملاحظه الوحيده احنا اعلام. نعم. فممكن يقاضينا احد، يعني احنا يقاضي اللي غلط. انا ما غلطتش. فاحنا بس بنعمل اللي علينا يقول يقول بس احنا نقول والعهد على القائل. انا جربتها حتى مع اولادي يا استاذ محمد. نعم. اما تدي الولد حريته ويطلع حلو. صحيح. يطلع يحبك. غير ما حدش يتكلم. نعم. كل الطلبه كذلك في الجامعه او في المدرسه، حدش يتكلم. لا نقول اللي عايز يناقش يناقش، بس بادب. احنا بنفتح بس بادب، يناقش بادب. نفتح الحوار ويناقش بادب. صحيح. واروح يستريح في الاخر. الله يكرمك. كان صحابي بيناقشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، قالوا يا رسول الله الشورى ولا الوحي؟ يعني لو وحي سمعا وطاعة نضرب سلام، لو شورى نقول رأينا. قال الشورى، قال يا سورة نجلس حول بئر بدر. هو كان الناس عايز يغير غير كده. سبحان الله. ونزل على رأيه، ونزل على رأيه يوم طبعا. الخندق، قالوا الشورى ولا الوحي؟ قال الشورى، قال نحفر خندق حول المدينة. كان أول مرة يعملوا اللي هو سلمان. نعم. رضي الله عنه. فقالوا فكره ما شفناش العرب اللي بتعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له وشاورهم في الامر، فاسيبه ياخد راحته بس يسمع مني في الاخر. يسمع. لازم يسمع مني. تمام. بادب عشان ابين له المعلومه الصح. أيوة. وده امر ناجح جدا مع الطلبه ومع الاولاد ومع. نعم. المشاهدين. طيب دكتور بالنسبه لي لبدر ايضا، احنا بنحوم حول بدر كل. نعم. شويه ونرجع. نعم. لها ونربط بين بدر والحدث. نعم. الجلل الذي جلل نمر به الان. جلل. صحيح. وانا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا منها. اللهم ارحمهم يا رب العالمين. اللهم وسع قبورهم. اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنه. ولا تجعلها حفره من حفر النار. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم، واغفر لنا ولهم والحقنا واياهم بالصالحين في الجنه. يا رب يا رب.
النبي صلى الله عليه وسلم كانت لديه حكمة أيضا في التعامل مع الآتي. أولا ورثت شهداء بدر, وإحنا لازم نتكلم في هذا الأمر, والأسرى من المشركين في بدر وقتل المشركين في بدر. نعم. ولنبدأ ب, أنا عايز الثلاث حاجات دول عشان بس حضرتك تتذكر, ولنبدأ بورثة الشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم أكيد كرمهم. هو طبعا لا شك أن ورثة الشهداء لهم مكانة كبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله وهناك وسلم. حديث رواه أبو يعلى وأصله في الترمذي على ما أذكر وسنده رجال ثقات, أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفى عبد الله بن حرام رضي الله عنه يوم أحد وجد ابنه جابر حزينا, فقال ما لك يا جابر؟ أبو شهيد. لا يعود حزين. قال رسول الله إن أبي مات وترك لي 9 أخوات بنات. قال صلى الله عليه وسلم, شوف بقى, شوف المكافأة, قال ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ أقول لك أبشرك؟ قال بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب, وأحيا أباك فكلمه كفاح وقال يا عبد الله تمنى علي, فقال يا ربي أريد أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيلك ثانية, قال لقد كتبنا أنهم إليها لا يرجعوا. يا سلام. الله الله. فقال وترك لي 7 أخوات بنات وعليه دين, يعني عليه دين أنا أعمل إيه في دينه؟ فقال سأتيك غدا السبت إن شاء الله, دي في رواية أحمد, هاجي لك بكرة السبت عشان أسد دينك. فذهب وكان الدين على واحد يهودي. نعم. فقال تنازل عن دينه؟ قال لا. قال أجله إلى العام القادم؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بيدر التمر, يعني اجني التمر وقسمه, ففعل وجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وقال كل له. قال يا رسول الله التمر ما يكفيش تكثير. قال كل له, فكال وبقي كما هو. نعم. يا سلام. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جابر في بيته وقال عنده, نام عنده, وقال لزوجته جاهزي طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم, فإنه إذا استيقظ سينصرف, فجاهزي بسرعة طعام ولا تكلميه ولا تؤذيه. النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أوعى تكلميه ولا تؤذيه ولا حد يضايقه. وكان عنده مولى قال جهز لي الشاه, فجهز الشاه قال قبل أن يستيقظ, لأنه لو استيقظ سيطلب وضوء ثم ينصرف. وفعلا استيقظ فطلب وضوء فوجد اللحم قد وضع, فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأنكم علمتم حبنا للحم, فأكل صلى الله عليه وسلم وقال ادعوا لي أبا بكر, ثم انصرف. فقابلته المرأة عند الباب وبرزت بصدرها وقالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي صلى الله عليك, قال اللهم صلي عليك وعلى زوجك. كل دي مكافأة لأهل الشهداء. يا سلام. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم الله. إلى صلاة الظهر. يعني نستنتج من هذا يا دكتور أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكرم طبعا أهل وورثة هؤلاء طبعا الشهداء طبعا في بدر أيام إكرام طبعا, ووزع عليهم أسهمهم ويعني نعم اهتم بهم كثيرا. وكان في رواية واحد كان بيكرم واحد امرأة, فقالوا يا رسول الله ليه المرأة دي اهتممت بها؟ قال إن أخوها قتل معي. الله. يا سلام. قتل معي مش لهذه الدرجة. الله أخوها قتل معي إن شاء الله, فكان بيديها نصيبها أكتر. طيب يعني أنا برضو هو السؤال إعلامي يعني علشان اتفضل برضو اتفضل الاهتمام مش بس بأننا شيعنا هؤلاء الشهداء دلوقتي, ولكن لابد أن يعامل ورثة أهلهم هؤلاء. نعم. ده نعم. أنا قصدت بالسؤال نعم كده يعني الربط بين موقف النبي صلى الله عليه وسلم من ورثة شهداء بدر وورثة هؤلاء الشهداء. نعم. الذين راحوا ضحية هذا العمل. بمناسبة كلامك معلش أرجو برضو طالما إعلاميا ما ننساش المصابين والمصابين أيضا. المصابين طبعا يمكن أشد من الشهداء طبعا. ليه؟ لأن قاعد متألم إذا كان فقد عضو من أعضائه, فلازم الدولة تكرمه جدا أكتر من استشهد داخل الجنة إن شاء الله, نرجو ذلك يا رب. أما المصاب ده الصح ما ننساهوش, لا الثورة ولا بعد الثورة ولا هؤلاء طبعا, طبعا. يا ريت برضو إيه طيب, طيب يا دكتور إن شاء الله بنتحدث في أمر برضه من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم, وهو طبعا لا ينطق عن الهوى. نعم. إن هو إلا وحي يوحى. نعم. يعني كان يفعل ما يأمره به ربه. نعم. فكيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع أسر المشركين في بدر ومع قتل المشركين في بدر؟ الحمد لله. أما الأسرى فاختلف فيهم الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي, شوف الأدب والرحمة, أشيروا علي. فقال أبو بكر يا رسول الله أهلنا لعل الله يهديهم, اتركهم ناخد الفداء. نعم. نستفيد به. يعني الفداء يدفعوا فدية ونفكه زي ما بيحصل دلوقتي,
وأما عمر فقال يا رسول نقتلهم نقتلهم دون القتلونة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى الرحمة رأي أبي بكر وقال نقبل الفداء. فنزل قول الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. نعم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لو عذبنا الله جميعا ما نجوت إلا أنت يا عمر. لأن هو قال له لا نقتلهم. أبو بكر قال لا نعفو عنهم ونأخذ الفدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مال الرحمة. فالحالة الوحيدة دي من الحالات التي قالوا فيها صحح الله للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم طبعا. لكن إذا جاء خلاف الأولى ربنا يصحح له. ده بالنسبة للأسرى. فربنا عتب عليه أنه كان يريد أن يفديهم. طيب والفدية طبعا لما ما كانش حد منهم بيقدر يدفع فكان بيعلم مش كده. نعم نعم. 10 نعم. من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. نعم, نعم. تمام يا نعم دكتور. نعم نعم. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. في بقى أسرى من الجماعة اللي هم كانوا يعني من العرب أيضا. يعني مثلا عندنا العباس ابن عبد المطلب. نعم. مثلا. آه. عندنا العاص بن الربيع. اللي هو زوج السيدة زينب. فده موقف يعني موقف صعب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمه أسير وجوز بنته زوج ابنته أسير. فكيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني برضو رقة له ولم يرد أن يحرج الصحابة. إنما سكت ونظر إليهم فلما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعفو فعفى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا الفدية من العباس وكذلك العاص. حتى كان العباس بعد ذلك لما أسلم كان يقول يا رسول الله أعطيني فإني قد فديت نفسي وعقيلا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مال البحرين حتى أعطاه من المال حتى لم يستطع أن يحمله. فقال الرسول قل لأحدهم يحمل معي قال احمله أنت. فنصر منه عشان يقدر يشيل. نعم. نصر منه وجاء يحمله ما قدرش. نصر تاني قال له يا رسول الله قل لأحدهم أن يحمله معي قال احمله أنت. لحد ما حمله بصعوبة وانصرف وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصرة حتى توارى. وكذلك العاص. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. في برضه أمر آخر أنه هذه المعركة الجميلة والتي فيها عبر وعظات كثيرة للمسلمين غزوة بدر الكبرى أظهرت مدى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم دي ناحية ومدى تضحية الصحابة لصالح الإسلام فقط حتى ضد أقرب الناس لهم. نعم. في أمثلة. أيوة في أمثلة. أكيد موجودة. بس قبل ما أقولك الأمثلة سألتني سؤال عايز أكلمك هل هو قتلة المشركين؟ قتلة المشركين. قتلة المشركين. تمام. برضو النبي عليه الصلاة والسلام مر عليهم وزي ما حصل دي معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. قال عتبة يقتل هنا وأبو جهل بن هشام يقتل هنا وشيبة هنا وعقبة بن أبي معيط هنا وأمية هنا وفعلا حدث ولم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى كلمه. وقال يا فلان ويا فلان ويا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدتم ما وعدني ربي حق. يعني هل وجدتم أن أنتم اللي شفتوا الحق؟ أنا شفت الحق اللي هو نصراني ووعدني بالنصر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فقال عمر يا رسول الله تكلم ناسا موتى؟ تكلم موتى؟ قال ما أنتم بأسمع منهم لما أقول. هم أكثر منكم سماع. أنتم مش أكثر منهم سماع ولكن لا يستطيعون الإجابة. نعم. ثم ألقوا في قليب بدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتبعوا أهل القليب لعنة. ده بالنسبة لقتل التعامل النبي مع قتل المشركين. المشركين ألقوا طيب في بدر. السؤال ربما يكون السؤال الأخير إن شاء الله لأنه الحقيقة بدر أنا قلت مش نعم مش نعم. حلقات وإنما نعم. تستحق برنامج كامل. فأنا بسأل فضلتك عن يعني هؤلاء الصحابة الأجلاء الذين آثروا الإسلام على حتى أبنائهم إخوانهم. بس يريد في دقيقة واحدة بيقول له إن الوقت ابنه انتهى. أبو بكر بيقول له يا قد رأيتك يا أبي وتوليت عنك. قال والله لو رأيتك لقتلتك. عبد الرحمن. ده بالنسبة لأبو بكر. لسه عبد الرحمن قصة تاني. نعم. عبد الرحمن بن عوف. نعم نعم. عبد الرحمن بن عوف كذلك مصعب ومصعب ابن عمير كلهم وأخوه كان كلهم كان لهم مواقف. نعم. يعني كان عندهم حب الله ورسوله أولى وأعظم حتى إن
بعضهم قتلوا أباه، وقال رحمكم الله عز وجل، اللي هو أبو حذيفة، أبو حذيفة قال أبي أبي رحمكم الله فقتلوا أباه، قال والله ما زال فيه خير بسببها. نعم، بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خير. شكرا جزيلا على هذا اللقاء، واستمتعنا الحقيقة بهذه المواعظ والربط بينها وبين الأحداث اليوم وبينها وبين أحداث اليوم. نعم، الحمد شكرا لله. دكتور، شكرا لله. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ دكتور عبد الله عبد الحميد، أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف. ومرة أخرى، فإن قناة الرحمة الفاضلة الغراء بإدارتها وشيوخها والعاملين فيها تتقدم بخالص العزاء لأسر شهداء العملية الجبانة التي وقعت في رفح ضد أبنائنا من القوات المسلحة المصرية الباسلة. وكذلك نتوجه بالدعاء إلى المصابين في هذه العملية أن يشفيهم الله سبحانه وتعالى، وأن يتغمد بواسع رحمته شهداءنا الأبرار. ومرة أخرى، فإننا نؤكد تصميمنا على القصاص لهؤلاء الشهداء، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نشكركم ونلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا شهر الرحمة والخير، يا شهر العزة والنصر، بالصوم ازدادت فرحتنا شهر